راسين كاري. مرحبا بكم وين ما كنتوا، هذه راسين كاري. كل يوم راسين كاري جديدة على EFM من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. مرحبا بكم مشاهدين على FM TV، مستمعين مستمعي FM وين ما كانوا، إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية كما قلت، وبطبيعة الحال بداية أسبوع موفقة للناس الكل. يوم حتى للسبعة معاكم في حلقة جديدة من راسين كاري، ترجعنا بعد غياب فرح برجب مش بعيد عليها في الألوان. شادلي عرفاوي نرى وين نمشي ونلقاوها خضرة، فرح خضرة وانا خضرة ان شاء الله. رقم ثلاثة خضرة غازي عيادي سعدان، يرجعنا ناس بن مالك. تفضل تكلم، وقتي تبدا ممنوع انك تتكلم، معناها خاطر لامور تقنيه وانت تتكلم. لا تقنية. وقت يبدا نقول لك هيا شادلي مرحبا بيك وتكلم، تقول انا ما عادش باش نتكلم. لا ولا يقدمنا، يلزمنا جينا بكمه التقديم نحن ما عادش نتكلم. تصور انا غازي بعد لقلت تونس خضرة وكذا ونحن شيخين بانتصار الفريق الوطني، تدخل بغنيه يا غازي يا غالي يا حلو يا جدولة. والله اذا كلنا فرحنا برك الله جيتي فورما ومربوحه ان شاء الله، وان شاء الله مربوحه ونعملوا هكا كلان دوي لصديق الله يرحمه سي اللي غناها هادي التونسي. هادي التونسي انا والله نذكروه في الماتشوات كيما نذكروا روحه. انا في الحق انا في الصفحه نتاعي اول ما من النهار قلت انا اليوم نتفائلوا خير انا باش نربحوا ان شاء الله، وكتبت مربوحه ان شاء الله. والله يرحمه ديما تفكرني في هادي التونسي الله يرحمه، قدر يحب الكوره على الاخر. وي فما حاجه مهمه انه بيسك في الاحتفالات هذيا وان شاء الله تدوم في ماتشوات قادمه، هو الاهم ان شاء الله يا ربي. دونك هو كوفيد درس مزيان درس مزيان، مش معناها انك تخدم، مش معناها انك تفكر، مش انك انت ديما موجود واقف على ساقيك. النجاح ممكن، هذا اهم الدروس اللي نجموا نستخلصوها من ماتشوات هذوما، سورتو من الماتش هذا. مربوحه ان شاء الله مربوحه، وانت توجه تلقى الخير، وانت توجه تلقى الخير، الابواب السبعه مفتوحه، ساعدك يا فاعل الخير، ساعدك يا فاعل الخير. مربوحه ان شاء الله ان شاء الله مربوحة، مربوحة ان شاء الله، ان شاء الله مربوحة، مربوحة ان شاء الله مربوحة. غسي غسي انا عجبني انس ما بيناتنا، اللي محافظ على الشبوشمو، خايف على الشبوشمو، ساكت ويغزر لي في عينيه ويقول لي هاني ساكت، راني ما نحبش ندخل. انس في بدايه الاسبوع ديما يبدا هكا، محليه محليه اي سي بيان، هو ديما يبدا هكا، تحسوا تكنيسيان، تحسوا تكتيك، هذا تكتيك راه ماهوش هكاك طبعا، شيء مدروس غيان غراتوي. مش في بدايه الاسبوع، في بدايه الحصه. اي بدايه الحصه ندخل بشويه بشويه اليوم اي لا لا ما عنديش فرق، انا لا فرق بين اثنين وجمع الا معناتها بالحاجات البيع. واضح ياما اليوم شو صدفه صدفه من غادي الزوز بالاخضر هون يزوز بالازرق والنوار، وانت الحكم في الوسط اللي هو اشاره الى واحد اسخن ديربي يمكن في العالم، اللي هو ديربي مدينه جلاسكو. سلتيك جلاسكو من غادي جلاسكو رانجرز جلاسكو لا سلتيك جلاسكو رابط وجلاسكو رانجرز بالازرق. هو 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 ديربي والحكم مستر سميث في الوسط وهو ديربي ديني ديربي ديني لانه علاش منين جاي لاسبي ريليجيو الكاثوليك والبروتستان، لانه لي سلتيكس هما الكاثوليك برافو ناس، والجلاسكو رانجرز هما البروتستان، دونك ديربي سخون برشا في برافو. بعد شويه باش نبداو بالاقوال اللي هي اللي شخصيه يعني ادبيه او فلسفيه او علميه ديما نبداو بها، ولكن قبل هذا الكل في الوقت هذا الخمسة وربع لازم نسمعوا أحوال الطرقات والكياسات في تونس، هذا الكل في أنفو ترافيك. يلا نبدأ راسين كاري بالكرونيكور متاع اليوم شادلي فرح غازي وأنس. الأقوال هذه اللي من الجمعة اللي فاتت ناخذوا احنا لي سيتاسيون هذا اليوم. كان المفكرون قديما يرون أن اكتشاف العقل للحقيقة ليس أمرا غريبا، إنما الغريب هو عجزه عن اكتشافها. النوع الإنساني لا يتم وجوده إلا بالتعاون.
الفتن التي تتخفى وراء قناع الدين تجارة رائجة جدا في عصور التراجع الفكري للمجتمعات. يوزن المرء بقوله ويقوم بفعله. هذه معاصر إذن. هاي فرح ابن خلدون. ابن خلدون ولد 27 ماي 1332 بتونس وتوفي في 17 مارس 1406 في القاهرة. هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن بن خلدون. أي مي بون طويلة ياسر التسمية. ابن محمد راسين كاري وكمل. مؤرخ وعالم اقتصاد وجغرافيا وديموغرافيا وعالم اجتماع، تخرج من جامعة الزيتونة. مؤلفاته كانت مصادر للفكر العالمي، المقدمة كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. تأثر بابن جرير ابن حزم محمد بن زكريا الرازي، وأثر في ابن الخطيب وابن السكاك والمرقيزي أو المقريزي عفوا. اعترف به عديد العلماء كمؤسس علم الاجتماع كيما ألفريد فان كريمر وروبرت فين وغيرهم، وقاد المنهج التاريخي العلمي للتوصل لعلم الاجتماع. الناس اللي ما تعرفوش بطبيعة الحال هذه نبدأ صغيرة، ولو أنه لازم تكتب برش عليه. وبربي من الناس اللي ما تعرفوش وتونسي معناها وحاجة كبيرة ياسر، علاش مش راهو فما مسلسل اسمه ابن خلدون واحنا نعملوه باش نكتبوا التاريخ صحيح؟ شكون يمولوا يا سيدي؟ تمولوا الناس كل. شكونهم هاي كتلف زتعتي في المليارديرات الوطنية باش يتعملوا مسلسلات على حاجات ماهيش باهي ماهيش حلوة؟ هي ما كيفاش يتعمل مش مشكلة في المسلسل، ما نلقاوش ناس تكتبوا بالكدا. فما ناس تكتبوا فما علاش يتعمل فما ممثلين. اسمع احنا رانا نقصنا حاجة صغيرة راهو تونس، نقصنا التوثيق. ابار التوثيق احنا نقصنا الناس هذية اللي خلات تاريخ تونس. قدر ذيك علاش انا يذور لي تونس ديما وقت اللي يبدا فما حد باهي نقللو من قيمته، لانه ما نعطيوش القيمة الحقيقية متاع الناس العلماء ولا الناس اللي لازم نعطيوها القيمة. ال ديفالوريز التونس قيمة وي وي وي. لا انا عجبني التمثال اللي قام بنحته الفنان زبير التركي. زبير التركي يعني وعملوا شبه له عملوا شوي. شبه له سيسا هي الفكرة أنه ما تخيل بعد قال لي شبه لي لينا عملوا يشبه له ونحن صغار وحتى لتو برشا ناس في بالها اللي هذاك وجه حقيقي لابن خلدون، لكن هذاك هو زبير التركي. زبير التركي فرح لوتبول تي ولا جو باردون سوري لي بول تي او جو انت قوم ما مزروبين ما لازم على الاخر هذا هو شهيتني يعطيك دوده يا سيدي. اي شنو التجربه الجديده اللي عملتها منصه انستغرام شادلي؟ نجم تستعمل الاكران باش تذوق الحاجات اللي كي بروبوز؟ لا لحس بالعمليه اللحس اللعق لاق نجم ولا قريت حاجه هكا مازال هذاك ساينس فيكسيون شوي نجم تذوق شنو يحطوا لك في مازال يعني روح الفاني نجم نلقاه ولو انه هذا في فما كتب على الكولينيري تو موجود شويه مش التذوق ولكن الرائحه فما كتب كولينيري تقول لك تليفون حاجه لا كتب كتاب يعني فيزيك تقول لك باش تعمل روسيت بالفاني ونعشنو تخرج لك ريحة الفاني كي تحل دي بوش هكا في وسط الكتب. نفس التكنيك يعملوها ساعات في بوبيسيتي كي يحطوا دي كاتالوج نتاع البروموسيون دو برودوي تحل تنجم تشوف ريحة الباقسان وي تعمل هكا حسب رايكم يلا. ما تفكروني في البوبيسيتي انا ساعات بتعرف في البوبيسيتي بدون انستغرام تقولي معاش تاكلهم جاي تعطي مفعول عكسي وي انس معلش حتى شيء ما تعرف علاش شنو حتى شيء كونسيرنو هذا مانيش باش انستغرام انا هاي وانا نخمم باش نولي كيفك راهو باش نولي نخمم نهار انستغرامر منصة انستغرام تطلق تجربتها الاولى عندها بيان سور الاهميه نتاع انستغرام ملي اطلق بعض شويه لا كور بيتي اسندونت انو الناس ولاو يخدموا على المنصات هذه ولا المواقع نتاع التواصل الاجتماعي. انستغرام واحد من البلاتفورم اللي يخدموا عليها برشا ناس. ما عادش تهبط تصور معينه ما عادش تهبط تصور معينه ولا ولكن باش تمشي لتجربه جديده صدير الفا ايلارجير ان بو لا جام نتاع الناس والمستخدمين. عطينا انديس
انديس به معناتها يخربنا ما تخليناش هكاك ضايعين فلو. السؤال هو شنو السؤال؟ هو انستغرام عنده باش يطلق حاجه جديده معناها في الابلكيشن بيده في الاكل قال من دولار ل 100 دولار انديس بيبليسيتي نتاع تيليتون تيليتون تاع تكلفه الاطباق المقدمه بار كاتيجوري معناتها يعملوا لي روسيت على الاطباق ما قلتش اطباق لا لا ربي عاودني قلت شنية التجربة الجديدة اللي عملتها منصة انستغرام باه بتتر دي جو الالعاب وباش العاب العاب لحظة سي سامي انت قبل ما تطرحي لنا سؤال ببعض الثواني قلت لها لي تقول صحيت يا زيد لي لا 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 توجهت للاخت فرح علاش انا قلت له قلت لها لي تقول ولا تقول نقول لك علاش خاطرها خاطرها ساكتة من اللي جات قلت لها تشرب حاجة يعني كيما متاع شاكة شافة ما فقنيش بيها وضحكم لا أنا فقت بيها من بعد بيش بار فعلا حلوة والله فعلا حلوة والله ما أنا لا أدعي هذا هوش لقت بيها ورتار حلوة خاطرين أنا ما تكلمتش لا أدعي هذا متاع أرجو ما أزعقتش ما نامت سيادتك عرفت حلوة ياسر بي من واحد لمية دولار انستغرام باش تعمل اشتراك مدفوع مقابل محتوى حصري سيتادير كو انه التجربه هذه ميزه الاشتراك المدفوع لمنتجي المحتوى على منصتها تسمح الميزه ذي للمتابعين بدفع اشتراكات شهريه لعشرة حسابات تبدا اسعارها من دولار ل 100 دولار في المقابل الجمهور يحصل على وصول حصري للمحتوى وأفضلية في التعليقات والرسائل يعني سبونسورينج مقنع شوي انستغرام تقول أنه الميزة ذي تمكن صانعي المحتوى وركزوا لي على الكلمة ذي من بناء علاقة قوية مع الجمهور اللي تبعهم وتشجعهم على الاستمرار في تقديم المحتوى شو رايك؟ الناس بشوي تخلصك الانستغرامر اللي هو عنده لا باش تشترك ستادير انت مثلا عندك خالص. عندك 100,000 متابع ايه. وتبيع في الحوايج ايه. بشوي تخلص من واحد لمية دولار باش انه يقوي لك هذا في النشاط متاعك في الفيزيبيليتي فيزيبيليتي معناها انستغرام هو المستفيد مش حتى حد داخل sure. انا ما عنديش تعليق لاني ما مانيش ضد انستغرام عندك انت مانيش ضد ما عندكش انستغرام عندي شو تحط فيه برمي انستغرام تحط فيه تصويرتي انا وسامي بالنور ما عنديش تصويره معاك في انستغرام عندي انا وياك عندنا ما مش انستغرام تعملوا في الحصه تصويرتي انا وغازي العيادي في راسين كاري تصويرتي انا وفرح برجب تصويرتي انا وشيد لي العرفي انا عندي برشا تصاور عندي انا ترى بعثوا انا وعزه انا ويحيى انا سميهم الكل بذيك تصويرتي انا والعطار نتاع الحومه وسط الفكره والله هو, هو الفكرة. مشكلتنا احنا بتيتر انا نقول جاء الانستغرام في مخر شويه عندي في الكبر جاي في الكبر ولا اي مخر تريف خاطر وقت اللي كنت عمري 20 سنه كان عندي وقت باش نمشي الحاجات كل يوم نقد شعري وباش نعمل كل يوم توا ولينا الواحد يخرج في العمر هذا الحقيقه الانستغرام وتصاور ذرلي اشرتو انه انا ما نعملش تصاور اللي بهم الفيلتر ودرا شنو سو كيفي ماناش برشا انستغرام الحقيقه انا سي غازي السؤال الاولاني على ابن خلدون عجبني خير من السؤال مش مشكله يعني حسيتو يعني الدنيا دي قوي دابا الصحافه راني اماتور تعلمت الصحافه ما عندي على يدي هي العفو وين علمتك الصحافه يقول لك ايش حبيت يعني توصل من خلال بالسؤال هذا هي محليها ويحسرني راه تعلمتها المره وطلع الرولة. منك حاجه بيها ولبني العرق المره الاولى والثانيه اي ما ايش حبينا السؤال هذا هذه سيت اون انفورماسيون هي انفورماسيون ماهيش مش مشكل ان شاء الله نكونوا في مستوى تطلعاتك في حاجات اخرى يعني انا علاش نفضل فيسبوك سي سامي لان نفضل تحبني تحط كيما في قهوه البارحه تعرفها قهوه البارحه تعرفها لان نحبك تحبني على ذاتي على عقلي ما نحبكش تحب تظهر لي الجسدي معناتها وتساوري نحب على هذا على مفهوم السلعة مفهوم السلعة اي فوالا هو الانستغرام يمشي في السلعة ونقز على فرش يزيد يعمل قوانين وكذا باش يقوي فما السلعة فما حاجات عندها كونترول والله العباد هبلت بالانستغرام والتيك توك امني كرة الارضية مشيت مازال مازال في امل اما ننصحك انا شاد لي يعطيه ورقه سفره من توا خير اي يظل او نقول لك من توا فيسع باش ما يتمداش الامور فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى غازي انه باش يجي الوقت مش بعيد راه انه عمل التجربه المره اللي فاتت اللي هي تحط الماسك وتولي تمشي تعمل شوبينج بالماسك وانت في دارك وتقرا كتاب وتمشي للمتحف وتقابل اصحابك وكل شيء وانت قاعد في بوقتك
هذا باش يجي. اسمع راكم وليتوا تضحكوا كيما كيري قبل كي كانوا كامشا عزيز في القهوه عزيز بداو كحد عتلزوا الدنيا تبدلت وكنا درنا. لا بالعكس فورماسيون هي فورماسيون اما راهو قاعدين نمشيو في ثنيه غلطه احنا ياسر. شكون قالك مو صحيح؟ شكون قالك ما كبرناش يا مدام فرح؟ على اللي الدنيا قاعده تتبدل انستغرام سي لافنيغ هذيك هي التوا البلاتفورم اللي الناس الكل. انا جي با دي الكونتخير اللي يحب يبيع اللي يحب يبيع روحه ولا السلعه اللي عنده اللي يحب يبيع افكاره. بيع روحه بالمعنى الايجابي للكلمه. يروحوا نحكي بيان سور بيان سور. Ils vont l'imager. سامحني استنى الافكار نتصور انا تويتر ولا فيسبوك اكثر من انستغرام. لا 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 كل حاجه في الافكار. افكار خاطر تغريده تكتب جمله والاخرين تغريده وستاتيو كبير تنجم فيسبوك قد ما تحب. يا ما انستغرام شنو على تصويره وكلمتين وي وي سي بلاتفورم وي لازم هو المستقبل فيها هي زاد وفي غيرها للاسف. ميساج قولوا كبار قولوا اللي تحبوا انتوما لكن انا راى اللي الدنيا كانت خير من هكا. اي وي وجهه نظرك ماشي موافقك غاز وجهه نظرك. لا ميساج ما نجموش ناخذ هاي النقاش هذا مش وقته. لا وقت وقته لا مش وقته. خل نحطوا النقط على الحروف كما قالت الاديبه شو اسمها هذيا يحب لها ثلاث سوايع باش تعمل ديفلوبمون. مش انت انا قلت باسمي انا قلت معاك انا الدنيا شو الدنيا تتطور يا غاز الدنيا تتطور للخايب ولا للباهي اذا اموا اذا ما ركبتش عليها تفهمها مش ما يفوتكش الموضوع. مثلا الفار حاجه باهي الفار حاجه باهي انا ميمكن القليل بل تونس خرجت من القرعه مثلا بالبيلانتيير ماش بيلانتيير حتى الفار كي تقول باهي فما ناس تقول لا الكره كانت احلى وقت اللي ما كانتش هكا غاز. انا الغلطه في الكره يلزمها تكون صافي بارتي دو جو. الناس اللي عمرهم 70 سنه اليوم زاد هما باش يقول لك راه قبل خير من الوقت هذايا كانت ياي. شوف هذا هو سيغولاتيف فوالا سنة. تصور انت ولاية توا اليوم عمره 12 سنة من اللي حل عينيه يلقى الفيسبوك والانستغرام والتندر وكلهم جيب باش تحكي له على تحت السور وبعد 30 سنة تحب تقنع وانت ان الدنيا خير بلاش هذا من الكل. لا انا جبت تقنع هي وقت بلاي هذه والاخرى وقت ظهرت الكهرباء السيارة اكتشاف السيارة تعرفش عملوا يعملوا سباق بين البشر يعني مواطن عادي عملوا سباقات اللي المواطن يجري اكثر من السيارة باش يتفهوا التكنولوجيا. اي وكان يجري اكثر منها وقت اي وكان يجري اكثر منها ويربحها سي لا ريزيستانس هذيك الريزيستانس لحاجه جديده. حسب تقرير وزاره الماليه شكون المؤسسه اللي تحتل المرتبه الاولى في اعلى كتلة أجور لسنة 2019 في تونس؟ الشركة التونسية للكهرباء هي ستيج. كشف فاتوراتها أخويا كشف تحية لستيج خاطر فما ناس تخدم وتقص يعني علاش تحية كان لستيج ناس كل تخدم في برشا بقايا لا يخدم والله يخدم اليوم حتى السونات زادة والبوسطة والبنوك قصوا العباد ورجعوا في سعبيسة ورجعوا وانتوما في وزارة الثقافة تخدموا. لحظة سي سامي سي سامي المعلومة هذه بربي ثبتنا فيها تداخل مصالح. لا لا قالكم قصوا الضوء على عباد وفي سما رجعوا اي رجعوا قصوا الضوء ناس مش خالصه وبعد مشاو خلصوا في وقت مشاو خلصوا. الترجمه عجبني السيرفيس رابيد يعني الترجمه شادي العرفاوي يحيي اقليم ستيك في منوبه. منوبه ريت كي نفهمك الله يعطيهم الصحه ما عادش خصوا عليه جمله بربي. كشفت وزاره الماليه في قانون الماليه لسنه 2022 على 10 مؤسسات عمومية اللي فيها أعلى كثرة أجور لسنة 2019. وضحت الوزارة أن المؤسسات العشرة قامت سنة 2019 بتخصيص 2.6 مليار دينار من ميزانيتها لكثرة الأجور وما يمثل تقريب 70% من إجمالي كتلة الأجور ل 77 مؤسسة عمومية في تونس. احتلت ستيج المرتبة الأولى بكتلة أجور 575.3 مليون دينار في 2019 واليوم الي ديفيسيتير راهي وبعيدا في المرتبه الثانيه تاتي شركه فوسفات قفصه سي بي جي بكتله اجور 299.7 مليون دينار وبعدهم اتصالات تونس في المرتبه الثالثه بكتله اجور 296.8 مليون دينار والمجمع الكيميائي التونسي والخطوط التونسيه في التوب 5 بكتلة أجور للأولاني 295 والثاني 269 مليون دينار. ها شو نقول لك لو جوين أين فضولي ويهلو الكل وشنو السبب لا تطرق السبب. أنا حاب نسأل سؤال معناتها كان عندك إجابة سي سامي ال 575 مليار تاع ستيج داخلين فيهم فاتورات بليش ولا ما غير أخطر فاتورات بليش فاتورات بليش فيهم كوتار ما يخلصوش
فما كوتا شكون ما يخلصش لا هما محددين ما يخلص لا محددين كوتا معينه في الاستهلاك راه مش جيت تستهلك ب 5 مليار دوي تقول لي لا بياسر اسمعني انا ما بيناتنا خاطر غليت الفاتوره نتاع الضوء ونظرا لغلاء مثلا الطاقه وكذا برشا حاجات علاش ما ندخلوش يعني النووي نووي الطاقه النوويه اش هذا الخاي ارخص اش هذا الخاي ومتجدد اش هذا الخاي لازم الطاقات المتجدده قبل نووي تاعنا كيس ما نعرفوش نقدوه باش نشدوا نووي بجد علاش جابوا هما مشروع كيما هذا الطاقه المتجدده اي هذاك الطاقه الشمسيه لا حبوا يعملوا مشروع مره خمو مره قعد مخبي في الاقجار نظيف علاش يا اخي يا سام يا شادلي امان بلاد فيها شمس ما فماش في العالم عندك صحراء تعمل لك طاقه للعالم الكل نتاعنا نتاع تونس عندنا شهر شمس عندنا الريح عندنا ما نعرفش شنو عندنا الماء نجيو باش نعملوا باش نعملوا نووي عندنا سلعه يباغي كو توا المولد كهرباء لا ولا مش فيك انت قال الراجل اللي عنده سلعه توا ينجم يولي ولد كهرباء دراسه كبيره فريجيدير خدام احنا نتاع نووي بجدك يا رب ان شاء الله علش يسترنا علش لي على خاطر الدولة بتاعنا هاي قطر والسعودية وكذا فيهم صحراء ما هي صحراء ويستعملوا في المفاعلات النووية النظيفة يعني بريتو باش باهي مش تبنيها المفاعل النووي بعد في حومتك انت في منوبة معناتها توافق باش يعملوا مفاعل نووي اول ما تصير فيه كارثة ولا واحد يكيف لا سامحني لا في تونس عادي يا اخي سماد دبي هذيك اللي كانوا باش يبنيوها وكذا كانوا كان كان فيها مشروع بحكم انها تستغل برشا اضاءه وكذا وكذا شنو كان باش يعملوا الطاقه النوويه اللي هي باش تعدي يعني الاضاءه هذه في تونس راه في زمن مضى هذه في تونس راه ولا تلقى واحد هذمك كساله ذيك نتاع النووي واحد مشى يطل على دارهم والاخر والاخرى ولدها مريض والاخرى تفسج البانه والاخر كيف في سيجار وخرج والدنيا مشيت وما في بلام شمسيه خير طاقه شمسيه هي البديل الباهي طاقه شمسيه اقوى خير. من اقوى تصاور اللي ريتو انا يعبروا على شنو معناها احنا كيفاش طريقتنا باش ان نحترموا القانون ولا لا فما واحد مصور مع تحياتنا للناس اللي يخدموا في محطات البنزين واحتراماتنا ليها واحد منهم ولا معها حاد سيجارو هكا ورا ويصب بالاخرى مش انا هو يشوفوش كي عاد سيجار ولكن المشكل مش يشوف لك ولا لا التدخين في محطه البنزين لا ما تسبب في كارثه كبيره شيء من وراء العقل ايه اوني با كونسيون الله غالب ربي يهدي شنو الخاصيه اللي تميز قبائل الباجاو عن باقي البشر في العالم فرح شعرهم طويل شعرهم طويل باجاو علاش تعرف جماعه مجاز الباو خاطر مره حكينا على في الهند فما قبيله وسميت اسم غريب وقلنا شعر طويل قعدت لي ذيك ما عندي كان هي معلومه هكا دونك كيف انت غدرتني فرح قلت كنت نتكلم كي عندي الاجابه انت مادامك موجوده في البلاتو هذا مادام انك ديما تكون حاضره انا باش نغدرك بسؤال اي ما خساره كي ما عنديش خاطر الاسئله ذي موجهه لكم الاربعه نذكر يا اي مولي عنده يسعفنا بالجواب صحيح نربحوا وقت والرب لكن ما نلقاكش انت تجاوب باش نتعدى اللي بحذاك تفضل قول له ظافرهم قصار بربي خليهم ناقص انا نعرف في التاريخ الانثروبولوجيا خاصة باجاو شنو الكاركتيريستيك نتاعهم يكرهوا جماعة البامشاو هاي أنس عندهم أطول رقبة في ال شو نقعدوش نقولوا خطر ما يثقف هذا اسمه هل تعلم شو نقرب أكهو باجاو باجاو باهين باجاو به ناس طيبة البحر يعيشوا في الماء يعيشوا في البحر شعب البحار هاي يعيشوا في الماء كيما ووتر وورد ريتو يعرسوا في البحر ويولدوا في البحر يعيشوا في البحر دونك يهبطوا لليابسة ما يعرفوش يمشيوا يصير لهم حاجة يجيهم دوار البر فوالا يدوخوا في المشي ومن الشموس بتاع كيفن كوستنر يحكي على جماعة الباجا واتر وورد اكبر فيلم فاشل في التاريخ فلوب كبير اكبر فيلم فاشل تجاريا وقت تتكلف برشا انا اتفرجت فيه بعد 10 سنين عودت اتفرج فيه مخدوم بالقديه مخدوم بالقديه اغلى فيلم في التاريخ غالي ومخدوم وفي سسبانس ومصور بالقديه دون لو تون غالي اغلى مش غالي اغلى فيلم وقتها يخسر فيه غالي
ولا اغلى ان سوبرلاتيف ولا الاغلى كي تعمل واتر وورد في عامتها حتى تم الرقم القياسي ولا اغلى فيلم في التاريخ ايش في احنا لو لا موجودك من نتفليكس موجود لا تعرف قبائل البجاوسي والبحر يولدوا ويتزوجوا ويموتوا فيها ويموتوا في البحر دونك ويعيشوا في قوارب وبيوت خشبيه وسط المياه تصاب قبائل البجاو بدوار اليابسة هذا مش كما واحد عنده مال دو مه هذا مال دو تي ياخذوا حريه باش يهبطوا الارض باش عند نزوله من الارض فهم لا يطيئون اليابسة الا لمقايضه باش يعملوا تروك للتسوق باش اللي اصطادوه من الحوت يبدلوه باطعمه اخرى يعتبر والله هذوما ربحين عقلهم وامورهم هذه جنوب شرق اسيا ما عنديش وين بالضبط ولكن يعتبر الصيد بالنسبة ليهم مهنة أساسية يعادل الحياة عندهم يمكنهم الغوص تقريبا لنحو 15 متر دون استخدام معدات ولصيد السمك يستعملوا الرمح هذيك ويتعلم الصغار نتاعهم الصيد والسباحة في سن مبكرة جدا باش يكونوا مؤهلين أنهم يعيشوا نفس العيشة بتاع الأولياء نتاعهم وما مرضوش بالكورونا بعاد على بعضها من كوميونيتي ما نعرفش علاش ذكرتني في قليبيا توا احنا قليبيا راهي ابخي تو قليبيا تحس اللي في كي تمشي لقليبيا الناس ياسر حياتهم رواء كيما يقولوا ناس هكا رايقه جوستومون معناتها ما عندهمش كان الستريس نتاع احنا مثلا معناتها نورمال ياسر يجي واحد من قليبيا يجيك يقول لك وينك نستنى فيك مثلا ما يعرفش اللي فما اوقات نتاع السته لومبوتاج بالصوص لدارك يلزمك ساعه ونص هما حياتهم سهله على خاطر ناس برشا بحر برشا معناتها كل الدنيا كل بيان سور جو كومبار لانكومبارابل لما هو ذا كان كي قال صح عليهم مرتاحين معناتها احنا في قليبيا بالحق ناس تحسهم ما عندهمش غسره اللي كابيتال والله انت صادقه فر عندي صاحبي عرس عنده عامين خذ واحده من قليبيا مشي غادي وسكن ولا يجي نهارين لتونس يقعد خمسه ايام في قليبيا قلت له قال لي والله غادي وشري موتور عرفت باش يحوس معاه في عشبته العيشه ولا قليبيا في ظرف عامين البقعه تقريبا بروناي اندونيسيا بروناي. ماليزيا شرق اسيا خاطر بين برشا بلدان كيما نقولوا توارق وين انتم كي تشوفوا الصور شو محليهم الوليدات الصغار كيفاش يلعبوا ذاك المتنفس الوحيد يعني في الماء القوارب الازرق يعني الممتد يعني والخضره يعني حاجه انت يهمك برشا الحوت هوني الحوت يهمني الحوت وشقلب الحوتة في الماء يا طفل انا قلت لك لا اما لا معني اغزر كيفاش ما فماش موجه في البحر الدنيا شوف. كلها كالم خاطر كان جات نهار كامل والفم العصير والواحد ما ينجموش ايش في الماء اي بون اي تاقلموا راهو ساعات يطلع الماء راهو كذا وفم المدارس انا تفرج فيه راهو واحد كيف يحب يصر بعض صاحبه وما يحبش يتبلش يعمل حياتهم مبلولين يا غاز فرجت في وثائقي كيفاش يمشيوا للمدرسة ويقرأوا فهمتني ويعني حياة أخرى مختلفة جملة على البرية جاب ربي قلت لنا يجدون الحياة مختلفة على البرية مش خايف يا زيت بس ما توا بكيحكوا مثلا يقولوا نمشي نرتح ونرتح مخي هكا على البر كيما احنا نمشيو على هكا البحر ولا لا وحدنا هذي ذكرني مره في شو اسمه كي شو اسمه سباحنا الملولي اسامه الملولي اسامه الملولي قلت له برابي اسامه مثلا كي يجي في تونس الصيف يقولوا له يزيك من الخدمه جانا نعملوا غطسه ولا كيفاه عنده عام كامل يتكبر في البيسين يبدل جو جانا نعملوا غطسه دونك ماذا أننا نعيشوا على الواقع متاع الكان دونك شاتيكم كلكو كيستيون سبورتيف كونسيرنو الكان وي أنا زادة والله كان استمتعنا رجولية عالم اسمع ريت علاش فيسع فيسع نسبه قلت لك احنا والله عيب علينا والله أنتر بارانتيز غازي مش يسبوا الناس راو انت كان عليك عندك ولد ولا بنية ولا حاجة أكيد ما تكرهيش تحبها فكي تجيب لك نتائج خايبة بالنسبه ليك تغيظك ياسر بون ميشونسيتي الخايبه ميشونسيتي هي الخايبه اما النقد لا كريتيك وعلاش لعبتوا هكا ومن شنو ساسي بارتو دو الموندرا ولكن في حدود البناء في حدود الرياضي العلمي اللي فيه ناس ليش رياضي علمي اي علمي زاد واحد سامحني بربي مراه مغرومه بالكوره ولا واحد راجل مغروم بالكوره لحظه برك مش بشرط هيرو قداش عددهم اللي هما يحكيو لحظه خلينا نكمل يحكيو جون مانيير سيانتيفيك وهكا بواحد و4 4 2 و4 3 3 الناس كل تحب البلاد هذيا حتى اللي ما يتابعوش الكوره
ولكن النقد في حدود الاحترام وفي حدود المعقول انا معاه مع هذا وهو اللي وهو اللي يصلح من الفريق الوطني وي. يلا نحكيوش على السخريه والانتقاد ومسارض العبيد هو اللي بيصلح من الفريق القومي في الاكتواليتي هاي هيك تحكي في الكيب ناسيونال حملت بارونتيز الفريق الوطني التونسي ينجم يكور كان بالادريالين يبدا في الضغط وكذا يولي يكور السؤال شنو هو يا ولدي الفوضى ذي انا قاعد اقول لك اي كان فريق الوطن كان نقول لك انا راه سؤال يعني سؤال راه لا بلي انا نحب الفريق الوطني راه مشجعين نتاعو عندي مريول احنا نحبوا بوركينا فاسو ولاد الكل اولادي كل عندهم مريول الفريق الوطني ونعملوا زيت العلم زيت 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 الفريق الوطني هي تونس تحيا تونس يلا أنا هو الفريق اللي هو عنده أكثر مشاركات الفريق الإفريقي اللي عنده أكثر مشاركات في كأس العالم غازي كأس العالم هاي شكون اللي أكثر واحد مشاركات لا 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 عاملة ستة على ستة نجم نقول هي الكاميرون يا مصر كاميرون يا مصر نيجيريا عاملة ستة وتونس عاملة خمسة أكثر فريق مشاركة في كأس العالم كاميرون عاملة سبعة إفريقي الكاميرون والإجابة صحيحة سبع مرات الكاميرون 82 90 94 98 2002 2010 و2014 أنا هو أكثر فريق سجل أهداف إفريقي في فاز متاع كأس العالم الكل في فاز واحدة ولا في الفاز الكل في الفاز الكل كأس العالم نيجيريا ينجم يكون نيجيريا هي نيجيريا لا مره نيجيريا عملت اتاك ما صارتش بالكل في مش اتاك معناها ليكيب فيها دي زاتاك مرتين عملت لا 94 اللي فيها موكاشي 98 هذيك فينيدي وكوشا هذيك اللي كانت ما ليكيب غير حتى اللي بعدها اللي فيها بابا نجيدا ونكانو كانو بابا نجيدا دونك نيجيريا هي عندها اكبر عدد من الانتصارات في كاس العالم قداش ربحت من ماتش نيجيريا؟ سي ماتش سي ماتش هي ديجا ربحت مرة زوز مع بعضها من وقت اللي مع إيطاليا خسر به شكون الفريق الإفريقي اللي سجل أكثر عدد ممكن من الأهداف في فاز فينال بتاع كأس العالم فاز واحدة في الكل وقلنا نيجيريا وقلت تو نيجيريا الكل اي ربحت ستة ماتشوات نيجيريا قداش من هدف؟ قد هدف ماركيت هي أكثر واحدة نيجيريا قداش من هدف؟ 19 19 هدف مركت برشا رايا 16 23 هدف مازالوا عندي بعض الاسئله بعد شويه مع وفما زاد يوسف راه تعمل ريكور زاد في العرب انه مسجل في سبعه بطولات افريقيه سكسيسيف معناه وي اي اي ريكور جديد يلا وجاي وقت لفتره فيك رجعنا في راسين كاري فرح غازي شادلي وانس هما جروب اليوم اللي في فورما ولا لا هذا سؤال يذلي مرة باش نبدأ نعملوها الحكاية هذه مع زملائنا في الديجيتال هتنظموا الحكاية هذه والأعداد ايش قولكم في الكيب هذي في فورم ولا لا وي ولا نو ونعملوا ان فوت اكيد في فورم ونخرجوا برأي الجمهور اللي هو مهم طبعا لا ونجم نحطوا كل واحد شكون في فورما اكثر يعني يفوتيوا عليه لعبين واخر حصة نقولوا انا اكيد انا كما في الكوب دافريك تعطي ميور جوار في اخر حصة باية فراحة النجم نسحب من توا علي اي فورما وانا مش ديما اسمع خالد قدوسي قلنا قليبيا على قليبيا جستما قال لك راهي بلاد طارق قدوس سامحني راهي بلاد ما فيها حتى فو افهم انت دونك عندك فغول بالله سامحني حبيت رايد بن حسين نقول له ميرسي على عيد ميلادي قال لي خويا جوز انيفرسير قلت خليني لازم عملنا لك انا نتفكر لا هو خاطر بارك الله فيك يا سي رايد وقصينا على البروغرام وقمنا نغنيه وقال لي غني لي غنيه مزود مسير شلون بعد نعمل له باه يا سيدي حاضر شكرا لك سي رائد وتمنياتنا بالصحه والعافيه سيدي الغازي عيادي على مر السنين انت ويا فرناند هو ولدي هو ولدي اه اوكي ولدي غلق 6 سنين محمد حسن ربي يبارك اصغر شويه من غازي لا اصغر شويه اي لا وشفت انا نتعديه ولا مازلنا نحكيه على عيد ميلادات نتعديه ما تكلمتش قص كهو ما هوش وقته هذا كانوا مستقصدك انا حبيت نحكي على ولدي هكا ونبعث له دي فور تاع عيد ميلاد يجيبش يقول لك حد شيء مادامك تحكي على ولدك خذ راحتك كيما تحب
وتفرد كيما يضر لك خويا. حلوين ربي يبارك لك فيه يا جدود. هو مشكلته مش الوليد في بوه. باحثين في جامعة بيل الأمريكية اخترعوا جهاز على شكل بروشة كيما نلبسها عبد الستار. أيوة. يتلبس فوق الحوايج. جماعة شنو؟ لكن بيل. 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 مش يال. ولا يال يال. معروفة يال. يال. بيل ما نعرفهاش. اه. بيل كلمة. نكتة يحكي على البل. هو اللي شددها. يال تمشي على كبارها. بيل شكون يعني؟ جماعة يال. أنا سمعت بل في بالي البل تمشي على كبارها. شنو عملت جامعة يال الأمريكية اكتشاف هذا شكل بروش يصلح لي؟ جي بي اس. جي بي اس معروف هذا. ما نبدا بجي بي اس. يصلح للحضور بتتر للي حاضر. انديس طبي في علاقه بالقلب. دقات القلب. دقات القلب. تونسيون. تونسيون. معدل السكر. يعدل السكر. هو حاجه مش خايبه هيبا. يا ناس بنكريا نعرفها الفاس البنكريا اللي تتحط. تمكن عفوا باحثون في الجامعه القسم الصحه العامه في جامعه يال الامريكيه من تطوير جهاز قابل للارتداء يستطيع وفقا للباحثين يمكن ان يكون الجهاز هذا مفيد للعاملين في بيئات معينه عشان ما يصلحش الناس الكل مثل مرافق الرعايه الصحيه المطاعم المدارس الجامعات. الجهاز يستطيع انه يلتقط حاجه عندها علاقه كاردياك حاجه قلب عند كيما تاو مثلا فيروس كان فما مرض هاي 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 سي سا ان فيت انهم الفيروسات كورونا هو كورونا انا حرشتو في الكورونا ان شاء الله دونك واش انا مادام منظمه الصحه العالميه نقرا في ارتيكل اليوم حذرت من انه الناس اللي يخرج يقولوا اوميكرون هو اخر فترات الكورونا هو ان شاء الله راح نتمناه ان شاء الله ولكن يقول لك راهم فما حد شيء اكد على انه هو اخر العلم يا خويا لي فاريون اللي موجودين بطبيعه فما اللي هو سو فاريون في وسط الاوميكرون وفما سو سو فاريون فما بيان سور لا سو في بالي فما واحد سو فاريون سو فاريون الناس تسبق في الخير ان شاء الله وي بيان سور الخير تعبت العباد ان شاء الله هذه اخر لا ولكن لو ماس من مهمتها انها تعطي المعلومه الصحيحه معلومه صحيحه قطع نظر انه الخير والشر وهي تتمنى الخير للانسانيه ياسر بالفتره هذه اخذت سوكسي كبير ما كناش نحكيو عليها بالكل ما زلت تحب تقعد تحكي مع دونك الجهاز يستطيع التقاط الهواء اللي فيه لي فيروس والكشف عن وجود الفيروس من عدمه قالت مدام جودري بوليت المختصه في علم الاوبئه ان الجهاز هذا عباره على فلسه صغيره تلبسها ويمكن اكتشاف مستويات منخفضه من وجود فيروس كورونا وهو ما يكشف احتماليه التعرض مبكرا للفيروس وبالتالي تنبيه الناس الى اجراء الاختبار للتاكد من الاصابه بالفيروس او الحاجه للحجر الصحي اونتر غيمي ولا اونتر بارونتيز راهو الاختبار هذا نتاع البي سي ار في تونس يقعد غالي 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 برشا 170 دينار بوغ ان تيست ارخص نعرف انه في فرنسا مثلا المره اللي فاتت نشوف في الاخبار من تقريبا لو فارماسيان يربح برشا على اختبار سومو تقريبا في حدود اكثر شويه من 40 يورو يعني 65 يورو ب 65 اي فوالا اما خاطرك انت سائح اما هما عندهم ما يخلصوا حتى شيء عندهم لو سيكوريتي لو سيكوريتي لكن 170 دينار سي انارم راه يعني بالنسبه للعبد يعني راهي راهي شطار شهريه بالنسبه للانسان عادي سميك ها هذه بركه دورت لكم غاليه في تونس لا خاطر هذه وليت مطالب انك اذا كان تعرضت لهذايا لخدمتك باش تعطيها جوستيفيكاتيف لازمك تعمل بي سي ار فمش كوم ما يستعرفلكش نورمالمون راهي الشركات الكبرى هذه اللي تخلص في برشا قاعد راهي عامله هي اداره غادي سور بلاس تعمل لي تيست وبلاش فلوس ليه فولي اللي يخدموا عندها في ما وصلناش بلاش فلوس على قلبي ثم معقول تو تيست رابيد باش تلقاه ب 30 ولا 40 دينار نجم بي سي ار يكون ب 50 60 دينار لا شيء لا يضر يعني واللي ربحناه في الكوفيد سي بون يعني نجم يعيشنا سنوات اخرين في عهد في اختصاصات معينه دونك يمكنه المساعده الجهاز هذا في وضع انه يمنع انتشار الكورونا خاصه لدى الاشخاص اللي قد يحملون المرض من دون ظهور الاعراض عليهم وهذا ظهر برشا في مع لوميكرون بيان سور علاش تم تغيير عاصمه اندونيسيا الجديده حسب رايكم خاطر القديمه قدمت
فرح فان كبيرة برجولة فان تقتل مش فان ما تقدمت أي إجابة ضامرة وياسر يعني إين إين مدهشة نكمل على أنا ساعة خاطر جديد لا بربي لا خاطر جديد صادق مجلس النواب الأندونيسي على قانون عاصمة الدولة الثلاثاء الماضي بتأييد أغلبية ساحقة علاش من جاكرتا إلى عاصمة اقتصادية جديدة فيها الفلوس وفيها البنوك وفيها الدنيا الكل عاصمة جديدة في جزيرة جاوا اللي كانت جاكرتا في جاوا إلى إقليم كليمنتان الشرقي في جزيرة بورنيو اللي تعد ثالث أكبر جزيرة في العالم وأكبر جزيرة في آسيا اقتصاديا تجيب علاش كان طلعت عاصمة بدلت على خاطر شي الجزيرة الجديدة في العاصمة ما فيهاش برشا سكان يحبوا يعملوا توازن في السكان معقول معقول بليك شي شركات معقولة كبيرة مش صحيح شركات كبيرة بتاع العالم عاملة حالة بيروات غاديك أكثر من المدينة الأخرى معقول زاد ينجم يكونوا عالم المال الكل في الجزيرة المال والأعمال فرح فما غيسك انت حاجة مناخية باش تتبدل وي باش تعوم الجزيرة وي ملا فرح ملا فرح وي التكتيك ملا فرح برشا ذكاء بسبب ذكرني ذكرني بالفريق الوطني التونسي فرح وقت اللي حد ما هو مسلم عملت الاوتسايدر يعني بسبب كثرة الفيضانات اصبحت نو سانترا عاصمة لاندونيسيا يقضي القانون انه ينقل لها المهمة العاصمة هذه تتشارك مع اندونيسيا كل من ماليزيا وبروناي في الجزيرة نفسها ويطلق على العاصمة الجديدة اي الارخبيل معناها نو سانترا نو سانتارا يقول رئيس اللجنة الخاصة بمشروع قانون عاصمة الدولة ذي اغزر اسمه احمد دولي كورنيا تانجونغ ان نقل العاصمة من جاكرتا الى مقاطعة باناجيم باسر أوتارا في إقليم كليمنتان الشرقية نحس برشا مجهود تبدأ والله والله نحكي لك خايف لا تغلط ولا تقعد يتنمروا عليك لا بيكون في عون والله خدمتك صعيبة الخطأ يكلموني ساعات بعض المستمعين يقولوا لي يقولوا لي مثلا كلموا فيه مش ينقدوني لا لا يقولوا لي مسهلة خدمته سي سامي معناتها صعيبة اي ما يعرفوش الصعبة متاع لسامي هذا معناتها واليوم حسيته مرتعش شوية سامي ممكن انا انسان والخطأ موجود في النطق مرتعش ممكن العصب بذيك اللي وجود ما يعرفوش الصعبة متاع الخدمة هذا باهي نكملوا فيسا ان توكا التكلفة ذي قداش تكلفت انك تنقل عاصمة راهو سي ان كرون بيدجي 35 مليار دولار امريكي المرحلة الأولى باش تمشي النقل حتى سنة 2024 ينقل مكتب رئيس الدولة ونايب وبعد تتبعوا بقية المؤسسات متاع الدولة يلا احنا نرجعولكم في ساعتنا الثانية ما تبعدوش